دولة الشديد أن تقبل أيضا. أهلا حضراتكم، دايما نقول كده دوام الحال من المحال، واللي كان منبوذ في يوم من الأيام النهاردة أنت محتاج التراب اللي بيمشي عليه. عايز أقول لك أنه في يوم من الأيام كان في وعود حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، كان بيتكلم على أنه الأمير محمد بن سلمان ده أو المملكة العربية السعودية بشكل عام كانت باراستيت، يعني دولة منبوذة، وعرف أنه لن يكون هناك تعامل مع الأمير محمد بن سلمان، كل الكلام هيبقى مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. وطبعا بالنسبة للسعوديين الأمير محمد بن سلمان هو خط أحمر، وده طبيعي. أمير محمد بن سلمان شخص بيتمتع بكاريزما لا نظير لها على مستوى يعني دول الخليج العربي. فعايز أقول لك أنه خلال الفترة الماضية اللي أنت كنت بترفض أنك تكلمه، واللي أنت كنت بترفض أنك تتعامل معاه وشايفه شخص منبوذ، النهاردة أنت حاولت تتصل به وتحاول أنك تعمل معاه مكالمة هاتفية. وده من كلام وول ستريت جورنال وما يؤكد عليه أو ما تم التأكيد عليه من قبل CNN. قال اتكلموا على أنه بالفعل رفض الأمير محمد بن سلمان تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وعرف أن المكالمة بدل ما كانت تدور بين محمد بن سلمان وجو بايدن دارت بين خادم الحرمين الشريفين وجو بايدن. المكالمة اللي بتقصدها هنا CNN تكلم على مكالمة في يوم 9 فبراير، يعني قبل الأزمة الحالية اللي حصلت بين روسيا وأوكرانيا. الفكرة الأهم من محمد بن سلمان كان المفروض يومها هيتجه للصين لحضور افتتاحات أولمبياد بكين، ما راحش بسبب يعني عدم انتظام في الجدول، ده بحسب اللي قاله الصينيين. ولكن مصدر قال لCNN دون الإفصاح عن اسمه، المصدر قال لCNN تحديدا كده أنه الأمير محمد بن سلمان حضر المكالمة اللي أجريت بين والده وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، استمع للمكالمة لكنه لم يتحدث، وعرف أنه ده كان سبب في إلغاء يعني زيارته للصين وحضور افتتاح أولمبياد بكين. أما بخصوص الزيارة أو اللقاء الهاتفي، الاتصال الهاتفي اللي كان هيجمع الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقالت وول ستريت جورنال أنه ريسكادولد، يعني تم إعادة جدولته، يمكن فيما بعد أن يتم، لكنه حتى الآن لم يتم. الفكرة هنا ببساطة أنه الدول دي الإمارات والسعودية وحتى مصر دول كتير جدا يعني طالها ما طال من الأذى الأمريكي، بتكلم على الأذى الدبلوماسي، بتكلم على أنه الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجمات من الحوثيين، وتعرضت المملكة العربية السعودية لهجمات من الحوثيين ولم تفعل شيء. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتنتظر الإمارات العربية المتحدة بعد الهجمات الصاروخية تعرضت ليها من حلفاء إيران أن يكون لها رد رادع على هذه القوة اللي بتهدد أمن واستقرار المنطقة، لكن خابت الأمال في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الإمارات والمملكة العربية السعودية. وعشان كده لو لاحظت تصويت مجلس الأمن مع مشروع القرار الأمريكي هتجد أنه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة امتنعت عن التصويت، وده بحسب الأمريكيين من المصادر من وول ستريت جورنال بيقولوا أنه ده بسبب خيبة أمل الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية. عايز اقول لك انه النهارده زي ما اقول لك اللي انت كنت رافض تكلمه انت بتحتاجه بشده، وعايز اقول لك ان انت امام الرئيس الامريكي جو بايدن، يوم عن يوم بتظهر اخطاء هذا الرجل ويظهر مدى تخبط الرجل ده في مجال تعامله مع الدول. الدول دي بالنسبه لك انت كنت دايما بتهاجمها على المملكه العربيه السعوديه، انت عملت كراك داون يعني عملت هجوم شديد على محمد بن سلمان بسبب قضيه جمال خاشقجي اللي حصلت في 2018، وعدت بانه انت ما تتعاملش مع هذا الشخص مطلقا، وبالتالي اعتبرته شخص منبوذ. النهارده كيف بك الحال لما تحاول انك تصل لهذا الرجل او تتواصل معه؟ وعشان كده بدون لف ودوران من CNN مصدر امريكي بيقول لن يحدث تقدم في المباحثات السعوديه الامريكيه بخصوص النفط الا اذا تم التواصل بشكل مباشر بين الرئيس الامريكي جو بايدن ومحمد بن سلمان وعدم تجاهل هذا الشخص مطلقا. يعني مفاتيح اللعبه بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، لو الولايات المتحده الامريكيه عايزه تصل لحل فالحل هو في الامير محمد بن سلمان. الفكره كمان انه بالنسبه للوضع ده وبالنسبه للمصادر اللي احنا بننقل منها، فان لا يمكن اطلاقا انك تنكر ان العلاقه السعوديه الامريكيه من يوم ما جه الرئيس الامريكي جو بايدن اختلفت تماما عن العلاقه من وقت الرئيس الامريكي دونالد ترامب. كانت العلاقه اقوى وافضل من الوضع الحالي، لان الرئيس الامريكي جو بايدن جاي بيتكلم من جانب انه راجل ديمقراط او ديمقراطي، وعارف انه بيتبنى سياسات لناس زي سابقيه زي الرئيس الامريكي اوباما. وهنا الفكره اللي بتتعارض مع الوضع الحالي للطاقه، انت النهارده في امس الحاجه لمزيد من امدادات النفط في الاسواق العالميه،
وعشان كده لما اتكلم يوسف العتيبة السفير الاماراتي في واشنطن بكلمه واحده نزل اسعار النفط زياده او نزول كان حاد جدا. اتكلم عن ان السعر 130 دولار ينزل يبقى 112 دولار، ولكن ده ما يمنعش ان في اطار عمل لهذه الدول وهو منظمه اوبك واوبك بلس. عشان كده الكلام اللي قاله يوسف العتيبة هتجد انه سهيل المزروعي وزير الطاقه الاماراتي اتكلم كلام يعتبر كده مناقض ليه تماما. الراجل اتكلم ان احنا ملتزمين باتفاقاتنا ضمن اطار منظمه اوبك واوبك بلس. وهنا النقطه المفصليه، انت عشان تزيد امدادات النفط مش هتكلم مع السعوديه لوحدها، رغم ان الولايات المتحده الامريكيه بتعول على المملكه العربيه السعوديه، لكن المملكه العربيه السعوديه بحكم انها يعني اكبر منتج للنفط في العالم، المملكه العربيه السعوديه ليست وحدها في منظمه اوبك. منظمه اوبك واوبك بلس للي ما يعرفش الكتير ان اوبك بلس اصبح فيها روسيا من سنه 2016، يعني 2016 نوفمبر 2016 في منظمة اسمها أوبك بلس أضيفت لمنظمة أوبك. فعندك في أوبك حوالي 13 دولة وفي أوبك بلس حوالي 10 دول، يبقى التوتال بنتكلم على 23 دولة، ما فيهمش دولة واحدة أوروبية، كلهم دول أو معظمهم شرق أوسط، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على دول في أفريقيا، بنتكلم على دول في وسط آسيا. الدول دي كلها، وبنتكلم طبعا على إنه معظم الدول دي أو كثير من الدول دي بمعنى أصح دول عليها عقوبات أمريكية، بل انه من اكبر يعني القوى في هذه الدول كلام عليها فنزويلا، وفنزويلا دوله عليها عقوبات امريكيه، بالاضافه كمان لايران دوله معاقبه او عليها عقوبات امريكيه. فالفكره انه الولايات المتحده الامريكيه مش هتروح لفنزويلا ولايران تقول لهم زودوا امدادات النفط للعالم، لانه انت في نفس الوقت بتعاقب الدول دي. هتروح لمين؟ هتروح لما يشبه او ما يبدو انهم الحلفاء. والنهارده حتى الحلفاء الولايات المتحده الامريكيه كانت مختلفه معاهم في بدايه تولي الرئيس الحالي جو بايدن. عشان كده موضوع عميق جدا. عايز اقول لك انه يعني دول منظمه اوبك اللي هي تاسست سنه 60 وكانت البدايه مع العراق، عندنا النهارده فيها الجزائر، انغولا، الاكوادور، غينيا الاستوائيه، الجابون، ايران، العراق، الكويت، الامارات، السعوديه، ليبيا، نيجيريا، فنزويلا. طبعا قطر كانت من ضمن دول هذه المنظمه ولكن خرجت منها في يناير 2019، فكانوا 14 اصبحوا 13. اما بالنسبه لاوبك بلس فعلى راس الدول دي عندك روسيا، عندك كمان اذربيجان والبحرين وبروناي وكازاخستان وماليزيا، المكسيك، عمان والسودان وجنوب السودان. كل الدول دي المفروض ان كتير منها دول مختلف مع الولايات المتحده الامريكيه وكان عليه عقوبات سابقه، ولكن النهارده لن تلجأ الولايات المتحده الامريكيه الى الدول اللي بتبدو انها حلفاء. وهنا احنا كعرب يجب ان احنا نستفيد من الوضع الحالي. لما تجد ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول انها تتصل بالامير محمد بن سلمان ولا يحدث يعني ما يردش الامير محمد بن سلمان او ما يتمش الترتيب لهذا او لهذه المكالمه الهاتفيه، فيحصل اتصال هاتفي مع الملك سلمان، وبناء على هذا الاتصال يتم ارسال مبعوثين للرئيس الامريكي جو بايدن، مبعوث للطاقه ومبعوث للامن القومي، يسافروا للمملكه العربيه السعوديه يقابلوا الامير محمد بن سلمان في لقاء مغلق يستمر لعدة ساعات عشان يشوفوا حل الأزمة الطاقة العالمية وزيادة امدادات النفط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت أو منعت امدادات النفط الروسي من دخوله الأسواق الأمريكية. وكل قرار كانت بتاخده الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبات على روسيا هو كان بيرفع أسعار المنتجات و يعني سوق النفط العالمية، خاصة في مجال مقاطعة النفط الروسي. وزي ما بقول لك انه مفيش قرار هيخرج من اوبك الا بموافقة ثلثي اعضاء المنظمة، يعني روسيا لازم توافق، وروسيا من الدول اللي ابدت اعتراضها على رفع امدادات النفط على مستوى العالم، لان روسيا مش من مصلحتها انه يتم زيادة الامدادات من النفط، لانه ده هيمثل حل للدول كلها وتفضل روسيا في نفس الازمه اللي هي المقاطعه الاقتصاديه. هي الفكره في انه ثلثي دول المنظمه يجب ان هم يوافقوا على كل قرار بيخرج من المنظمه، وفي دول لها حق انها تكون دول مراقبه لكن ليس لها حق التصويت من ضمن دول منظمه اوبك واوبك بلس. انا الواضح زي ما حضراتكم شايفين انه الولايات المتحده الامريكيه في حاجه ماسه لزياده امدادات النفط عالميا، والكره الان في ملعب الدول اللي هو المسؤول عن منظمه اوبك. الدول دي في ايدها 40% من انتاج النفط في العالم وعندها اكتر من 80% من احتياطي النفط العالمي. بوجود منظمه اوبك بلس كان تم خفض انتاج النفط عالميا بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا من سنه 2016. ده كان نقص ليه؟ يعني جعل اسعار النفط تكون مناسبه ولا تكون اسعار منخفضه، لانه مع زياده الانتاج بتقل او بيقل سعر النفط. يعني بتمنى ان احنا نستغل الوضع الحالي الدول العربيه انها تكون دول قادره على انها تكون اكثر
استغلالا لقدرتها على انتاج النفط. الوضع في اللي حصل في حرب اكتوبر سنه 73 وتاثيره على بريطانيا، لما كانت بريطانيا بتعاني جدا بسبب دول منظمه اوبك لما اوقفت تصدير النفط بعد التضامن مع مصر وسوريا من قبل المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده ضد كل الدول اللي وقفت مع اسرائيل وقتها. شوف ده تاثيره كان عمل ايه في المملكه المتحده في بريطانيا، وقد ايه ارتفع التضخم، نتكلم فيه اكتر من 4 مرات او 4 اضعاف عن السعر المعتاد في المملكة المتحدة او بريطانيا. ده سيناريو محتمل يتكرر حاليا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ولكن هنا مش هيخص بريطانيا، هيخص العالم كله. نتمنى ان شاء الله ان زي ما خرجنا بخسائر من هذه الازمة نخرج بمكاسب، لانه الوضع الحالي بيضع الكرة في ملعبك زي بقولك بحكم انك دول مصدرة للنفط. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.